كافي يا شباب. هذا اللقاء إطار لعدد من الإخوة الوزراء في مدينة غزة حيكون على أجندة التطورات الأمنية الأخيرة في ساحة القطاع والوقوف على التدابير المتبعة من قبل وزارة الداخلية وأيضا بهدف يعني بلورة موقف للتعامل مع يعني هذه الفوضى، فوضى الموجودة من خلال عمليات القتل وما حصل امبارح في المعبر وعملية محاولة الاغتيال المباشرة لناس موجودين في موقف رئاسة الوزراء ورئاسة الوزراء. الله يسلم عليك.